وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله منها وإياكم. جماعة الخير إن شاء الله رجالا ونساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين بلاوننا إن شاء الله تعالى مناسبة دي إن سو نمت محاضرات إن شاء الله تعالى كردون هاي أو مرتين هوها شيخنا شعبد الرشيد إيوه وذا دكلو إن شاء الله تعالى إن رغدا كلك واحد دونا وحنس إن شاء الله أكو بلاون دونا أيضا قرآن وإن آخر دونا إن شاء الله عبد الرزاق علي معلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون
فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين وخير من صلى وصام وقرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع محبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الحمد لله أخواني، مشايخ ذينا على رأسهم والدنا الشيخ علي بن عبد الرحمن صوفي أو الملقب بالصوفي رحمة الله عليه، كما قال جري وأنه كما قال لأهمية القرآن، قرآن كأهمية شأو إلهي أكتي سكتاريهي، قدم وحكه المريض في هذا البيان خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، الرحمن وبعده إيش؟ علم القرآن. ولأهمية القرآن وتعليمه ووحكه المريض خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، لكن محكه المريض علم القرآن. تقديمك هي تأخير كنا إن بضن أكمل وحي كنتا أما التي ماذا معنى ومن معانيها وحكمل يقدم الأهم فالأهم شيء شيء أكسي مهم سيها لقسي هرمري. فالله قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، خلق الإنسان في هذه السورة الكريمة العظيمة عند الله، سورة الغمر عاب سورة الرحمن. وكبلابتي اسم من أسماء الله الحسنى العظام الرحمن، علم القرآن. مركا قرآنك يبرشدي سيكوى منتسبين تأوى يكوى جعل إني برتان يكوى إلهي هري أبري يكوى دون إني هذا برتان يأنتي كهم من يسوى وقادة وحوين ووين ووين با إلهي نسي أرتكو إن إلهي القرآن كجع ليسي وشيء عظيم وشيء أدو أدو يذا مدبا يلي أدو يذا واحد جوغو أرنن أينو أرقنو أما أينو مقلو ومخلوق إلا القرآن. القرآن كمهي لأن القرآن هو مخلوق، ما هو كلام الله وصفة من صفاته سبحانه جل جلاله. القرآن كي عظم لي شيء وينانتي سلغ مكور لما كور كرو الله سبحانه وتعالى آيات أن قبل الله وأن يقرب مقرب. يا أيها الناس دروا قد جاءتكم موعظة من ربكم. وأنا ربي حقي سكتم وشفاء لما في الصدور، شفاء يعافمات للقلوب وللأجسام والرع سنتها قلبي وهدو عافي ماذا جركن وعافي ماذا يعني. وهدى ورحمة للمؤمنين. قل وحاتلا يا محمد صلى الله عليك للناس أعلم وحاتكتلا بفضل الله وبرحمته. فضل إلهي رحمتي سعلو ماذا قارك ودوحي لهم ليسكم الراعي إلهي إسكم الضر إلا للقرآن. هذا أركتو فضل رحمة إسراع سن قرآنكم موجودة ملك المجيد وح إسكدر سنكرنا قرآنكم بابجر. قل بفضل الله وبرحمته وقرآن كي فبذلك كاس فليفرحوا أكو فرحين. هو قرآن كيبا خير كخير بطن وكوان أكسن وكفع مما يجمعون وحي أرور سنيا أي من مال ودنيا وأثاث وسيارات وعقارات وفلوس ودولارات وجنيهات وقل ما شئت وحل وحي أرسنا يا رولا سيكا خير بضل يا يري الله الله وكما كان دويدا أخر هذا بسكلا وحدتك جعلهين وحولئي العقية مال كان له حقيقة أولى، حقيقة أولى وحكا للنوى مستعار في أيديهم عاري وكويها يقعن توجل لكن حقيقة ملكا كي أولى هذا سالي هو خير مما يجمعون. إن فضلك يا رحمة إلهي القرآن كاللوجي ذو وحاكو دليلة أيدك في سورة النساء ولولا فضل الله عليك ورحمته وآية الماميسة مكان ذا إلهي نبي جيسى محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي أكتزك الجوغو يسير إلهي أولو إلهي ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيما قرآن كوان. وكان فضل الله عليك عظيما. فضلك إلهي أدوش هذا إلهي دوش هذا كي يلي إكسي ومدوين وأنت يا يلي اللي وين بيه وإلهي سبحانه وتعالى اللي وين وح وح وين يلي فهو العظيم كاشاوي. لكن بلو قاعد محايد ولولا فضل الله عليك ورحمته نعم فربنا النبي قال لسي مد كلمة لو قدي أما أحب أرون كرتا في باب الامتنان هي نعم كإله من كل من يسكشف شكي وشي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنقو وين ويل هذان دون وكا سحبين كرنا وكا قادن كرنا قرآن كأهي يهذا وحبذا لسي نبي نبدا كعشرين وحا اسمه قرآن كا قادنين هذان دون وكا قادن كرنا سورة دلوقتي شاية سوما تغنى أحفظ كتاب الله في سورة الأشر ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. هذا دون القرآن كوسع عشان لهم بإلهي لكن رحمة إلهي ودش هذا أهر مرتي وقصارا يا محمد أوهد بأن سأوهي لين أن يتم عليك رحمته وإحسانه إن فضله كان عليك كبيرا فضلي وين 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 بينه مركا خيرك يا وناقا وحال وذاقي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو حظي يا نصيبك قاتي أفكست أمد كم إذا علي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إلهي وحكسي فضل ياس فضل القرآن. فيا أيها الناس ذلك هذا المغلي هو المغلي جنوب وقال وحكوين وقرآنك إلهي مجلال في الدنيا وفي الآخرة منه فجعل هذا القرآن قلبك جعله ذلك قرآنك إلهي وحكسي قرآنك بري هذا المدول بتاريخ ليسي أصي في رسط وهذا وقال ليس وحأهر مري حب القرآن الأصل حب القرآن بإله قلبه وقطوره كم بعد الإله وقصينه يعطيك لكنه كجع ليش يرث القرآن كأنه جعله أنا يقول يرون أمه لأنه إنان تهدب جير كيرا وقياس هذا قياس أمه الأولى يعني ما هو بي أيا وحويا حلقة الوالد رحمة الله عليه يعني يقول صدر أو يسوف ريشي إنان تهدب جير كيرا وحن أمه لأن سوحن حسوس تاسال هذا قال كود مركلة تكني إنو هري فريشي جري يعني ورد حقا فريشي وبيجري سلاده اللي بجره هذا أنت توقع لي من أبو أمر الله وتقول الله ساس على سليه يبي ساس تاعي أبو هذا نحرق قدي فريسة هل كافر أنا يقول ولي بقارن هجاتي وأحبي يبان مش حرق سكلا شو عن جري سكلا جي شيء جري طب هذا يدوح يا هيد لما جزء وجزءنا واحد الآخر يجري مخرب كذي جزءنا واحد الآخر يجري بعد الفجر بعد الآخر يجري لما ذا جزء ولي قد ما باقن جري لا جمعة جريم ولا وحنات لها الويك اندي ولا يحزن ولا عيد من حتى عيد من لجو جنال رمضان بسوق قريب من لجو جنال أنا أقول واسكي يرين دو عيارتي ولا اسكجع لها يوم مربكة خارك فسح ما لها لو اسئل جرني لكن فسح ما لها فسح ما لها من خلال هذين الجزئين لماذا جزء لحظوا ذا أي تعليم توالدك في المسجد أي عيد وددكو أي حلقة داس كسو بير جرين وهو حلقة اسكا سعوتوي وقرآن سعوتوي وبشي مر لما قر لدمينة بهذه الحلقة أيا لقول لدمينة بشي لما قر
مركا كي مبتدي أها باللهبي مقرن إيشان هذا كهر قرآن بسورة كان هي كي قرآن كسورة مي تجويد كدوني هي كي أنت برتي يتجويد كوف عنا هذا هذا قراءات كيسي كورسنة جزء كاس بحدي سأيا يا لو فايدة هي كوا أنا قول يري يرو قالوا أنا يرو قالوا شان سكر دقي سنة سكر دقي سنة بعدين واحد حسوس تاء ومركا مركا حوالي سوكر كوري دوكسي دوكسي لو اسكجلو مر دوكسي لا فري اكتين مع محمد خير الله سي مع الليلة او رب الله ويو هداد يكتب لو حلوم يا قرئي وانا صير هلا مرتي حوغي لكن واحد حسوس تاء مركي انا دمعي القران كانهم انهم جمعيو اما ان حفظيو واحد الكيد بينها سي حفظ سنه لانه انت هاسو سنه سنين يعني بحال قضى فدي يسوم كهلو وحي نقطين المالك استه هل جزء اسك صوت يعني جزء بكل سهولة نوبحها الوالد الله يرحمه يغفر لنا وله مركب إخواني وحن مجيدة وحن حسوس تا مركب بريها بريها هؤلاء القرآن كأن أن 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 حفظ له وح أقومه سنة الإيسيين الإله يقوم هذين يوم جعلها إلى إلى إله النور دائمه وحي هي تحب القرآن ذكر حفظها حتى دتك دتو حس كتير مبتهي قبل الله ذي كلمة دوس كم مساكين وهم مع بركة غار كيسو بركة وانس كجسو من جلو قرآن كم حد زنتوها بل أخر من هم نالك أخر ونفت أنا وانس كجرو حكوه من جلو قر من تاس قاري دون طال مع الدعاء والتضرع إلى الله إله بر إله القرآن فلله الحمد والمنة مركيدا به إله سبحانه وتعالى كل ليلة قرآن كحبه يسوى حوان كهلي ونرجو إن شاء الله إنه إله نزي هذه وأن لا يسحب منا هذه الرحمة رحمة إله إنه نبي غالي محانو أنه نهدين نبي محمد بإله سيا كله وإله كله هدان دون القرآن كوانو كعشا له يا محمد إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا مركب الله يا القرآن كوح وين ويان وأهم شيء إن جعل أنه يا شباب لأن يلدين لقيسته القرآن كجعل هذا حبي يسوع قلبي إن آتي أن هقول هقوله وقال إن إله سبحانه وتعالى وحكوي القرآن ك وسن أدوية ذك كبعدنا إن شاء الله تعالى سهل ويوم يسور ورشيد يسوع كسهل أردت لبعض فضائش القرآن كونية هي لما كوري كرو حملت القرآن يدتك القرآن ك حبارسا وسيده وهدا ولكن نوع قري أبيات من الجزر رحمه الله وحنا كهري إمام كان الشاطبي لها الشاطبي لها محمد بن القاسم بن فيرو رحمة الله عليه وكشي كينية فضائل كأما صفات كننك أهل القرآن كألا قدوني وحجر رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وإن كتاب الله أوثق شافع شفعاء فربضا ويوم القيامة مركي زللك أجر وخطرت أجرت نار جهنم هل كنتبه حيث الله جل جلاله وعروني عروسا وليد وكل عرون عرون ندوني على ربي ينوحوا عروضي في ذلك اليوم نبيدي أي كبقين على وحوا عروضي ربي جل جلاله أنبيدي أشرف الخلق أها أي كل عواية إلهين يوتقى أمد والبيل نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده وإني فعلت كذا من أول بحبوش يكتي أنا موسى زان سمي آدم وأبه أنه وحر أنا جيد أن أمر بعن عليه هذا إنك استوى عفية وعفيس قرآن كل من هسهات ما هو بحالك وحر نقول إذا ترى نفسي نفسي ربي المهر تيكر دتك بس كل دتك دتك ما أبتري طلوا إرجلاسي ما هذا كل الأمم المتحدة وإذا ما نرى أورا الأمم المتحدة هي الأمم المختلفة منا لا نمشي لكن دتك إلى إرجلها ما يستأنوا أي يقول الشفاعة الضلبة يا نبيدي من أولهم إلى آخرهم سومرين أي حديث نوشي حديث الشفاعة لي. نبي نوح بإله
نبي نوح نوح من يسير وكلا أنو مية هل دعوان لها أيو بريا هل مرتين وحان قوم كيا أي قتل أي قتل إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب مثله إبراهيم الخليل وهدون إله سبحانه وتعالى كتاب بيش سوء أماني أدون سوء أماني مجنو إلا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كوردن وأماديس لأنه ما بجر كاف خطاب ولا تاء مخاطبة إلا وهي ثناء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف حتى إله مركو سيفوني كيسكشي كيني وربك مركو لي ربك واسدها يا سدها ربك محمد هذا شرف وهذا أعظم مكانة ومنقبة وكفضبة مركا كاف الخطاب إيه وتاء المخاطبة إيه النبي قال لا خطاب إيه ما بلكو بكربة فحقيقة أثنى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أماني أمانه وش عندنا أماني لكن واحد كسر حجة جد جيس أبو جيس إبراهيم عليه السلام أو أبونا إبراهيم أكله أبناء إله بعير ملة أبيكم إبراهيم حتى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إليه وحكوه ثم أوحينا إليك وحكوه أن اتبع راح ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لأواه منيب كم من الآيات ومن الصفات واتخذ الله إبراهيم خليلا ومع ذلك موقفك وكبقي على ذا إلهي ما لتهس وكعب صدي وحويل أنه حقها ما أدي يسدح مربان بيشي غيو سدح دنبئه بين أياني هايو إلهي جهر تنكر طبعا بينته ويسو الشيغي علماء الله حقها ما حقيقة كلها في ذات الله نوايا هايو برقي انتو قم في سلاح الله إن بضن ويرو ولا سلامة الوحبين انتر ميسو وليس كدعي يكدرين أيو حقو أنكو قارسي وين جرى غلامة إن أسلام تهسد كذبا إلهي غير كيس أن لعبدين إنه بربريو قاعد تيجي كبر بريو أيو قام كقاري طب هذا سوى غير كيس وهر ما لين تعمشي أي معبد كوها أيو إني سقي وأبو كمان تقتل تاس بين بوسكو حسابي وبين تمشيلي كمد مركو ولا بربري أي أسلام تي أيو وحبو وجهي كي أوين أبو كتني طب هذا دفاس كي بوصري مركي لي ما دو أرنتي لباري ومخابرات كي يو قلوين كلا صدر يقول له أغادي إنه بسجي هو لسواقبتي قل لي إبراهيم وما أراه سيدي يلي أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم حويل قال بل فعله كبيرهم هذا كوذن أغوين باسلا يلي فسألوهم كوان بربرسلة لباب يويدية إن كانوا ينطقون هذه هالذكران بربرسلة واقواس وحبوه وجهه وقلبه وذنه فعلا وين أنا قاجسي وفترة دي بادي بقصوا نغطيه فرجعوا إليه إلى أنفسهم نفتوا ذي الدب أنت أقول نقضين بيس عنانتين إنكم أنت والله إليك ظالمين وحان مركورنا يعني وحس كدعي وايو اسكعني وايو كيف البرين هذا أنا أنهل لكري هو عبد إيسان بهوس إسكعني لكن شيطان كيف كغالب نقضيه مرض كودي شركي بدي بقصوا نغضينه وحيدا هنا إبراهيم محان هو حول إيسان كوان وذكته مركي أي بتاك تاقنا يلي بهالليني سواب هذا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أوكتينينا وريب والدينا محمد معنا وحول إيسا مركب مركو عرون أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون سكو مقل أنه أنا جبي مؤرا لكن دي وكم مقطعون ورما واحا وحبين إذين ترينين وغير الله وحبان إذين ترينين وإذين قاعدين نخصها ما يسير ومركي ورابو حسكي عدو واي هذي مركب اللي بربورية هذي واي بعد غير الله يعبد إيسا مركب أنا واه بين لباد بوسكو خرين هو مقام كان وكبق يوم مقام الشفاعة وإله مالك تعرض وعرض ليسن هرتبين وحيب صدح بنت بنت صدحات وحوي وسكو شيري مركو مصر سومر مصر الله في تري يا واحد جو جري فرعون فرعنتي كم ذا وهدوء كجبر ونعكسان ولبن لا يعني خروح سن وقادنا يعني نك هدول السعودة نك هذه هي ودني هدول سن نك هذه هي نوسكدين مركو حوي نك هي جوي هارن دني حاس كيس سهرة الأوريجينال وقول حسنة هؤلاء من كي جوي واحد قتلها وهو نارك لا دي دي ولا كي بقى ولا شيء بقى تهي وأنا أخوك في الله لا بدي مسلم أنا يا دم بقى مسلمة هذا تحصل بين ما لك روم مركدين
ومع ذلك بين بوسكو حسابه ده الشيء كذي يسارنا واد لصعتان واحد كده بيسي مركي قال كي وقاتي ودمعين وفرح به كما جاء في صحيح البخاري وغيره صلت ويتوكتي توضأت وويسي ستي وصلت ويتوكتي وقالت وحيتي مركي قال كي كسوس عدي يا رب هذا دكتاي إنا كل رمي إبراهيم الخليل نبي قال الرمي حرام نسكر له لفرجي عن قولي إلهي وقال كان هي وصلت مر الله مرفوض مع حق وصبحه أي جندي من جنود الله اللي قصوتر لكن قال كأها طب هذا ولا مرجي ولا مرجي طب هذا بور رفتي للموت بور رفتي لما شابه كم مقاتيبة وحي كم بغضي هذول انتو إلا خفصر إياد وحي تري لها يسكا سيدا هلو بالي قفصانا يا الورانا يا سيد هي ردي شيء أني يساكم بغوك كنت رمي إلا يسكا سيدا ولا سيدا وحي يرهدو سوير نفسي وفي ريه هدانا وكسب رواية وحبير قال حق هذا سوكا هذا هو الوعد يا سيدي يا سيدي كبضان إلهي برد إلهي نوكا أجيبي سحبا لو مرجي مركان مركاس ومركو رفتي ويتير إلهي ويسكا سيدا مركي صدحات سحب لو قال هذا الإلهي إيه وبا إلهي وبرد هو بالدل لهذا إلهي بيه وبرد وحتي إلهي ويسكا سيدا يعني وعلون إسلاد لي مركي صدحات وسوكا إيه سارة شيطانتك شيطانتك بحيد أولي ما وحسيين خادمه وسيه وحيره وحيره هاجر قبلنا ليلانا خادمها ونقطه راعيه هيا تكتمروا يا هاجر وذاتي إبراهيم وتبت وحيت يا إبراهيم أو ما علمت مياذا نغان أن الله إلهي أنجاني وكره يضبط بالي هذا الكافر كافر كافر كاس وأخدمني هاجر قبلنا هاجر ليلانا خادمت بو إلى وايسي وأنا وهبت لك أنا كوهي به إسكاقاو تبدأ هاجر عليها السلام وين كأنه شيء متغني إسماعيل إسماعيل يا وي جد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفتها سبحانه بركة شاكدي من عكلي أن مرتي توفيق الله نوافجي إبراهيم الخليل وحيري متل كرو مقام كان مآذي كرو ما أنت إلهي وهو عروضي عروض وسولي قد عروضين عروضين دونين أنا وصدح بين بالليل والله مرر بضم بالي سويدية وحال الله وطولوا إمي سبين بان أنا ولا تجدونا دي وين كان إمي سبين باكو جرت كم من الكذب عندنا إبراهيم الخليل عليه السلام صدح راس أيو بين كل شيء قوم بين بأخي أو مقام كاكا بقي فكيف نلقى الله سبحانه وتعالى سيبا نقول كل بيننا بهذه الظروف وبالكذب لا إله إلا الله هذا وحي أردتي سعطب موسى لو يميد موسى وسيدي موسى لو عوير ورنف آن لي إدر سنن أو آن لي أمر إنا دلان دلي موت يكر إلهي هذا نفتا وشيء وابلو وحي وذي إلا عفيه ولا عفيه وعوير قال ربي مركو دلي نكي قبطي أها الظالم كأمركو دلي دلنا إسمان هين فيل كيسا حوك بدنا وجبت وشهر وكردتك فوكزه موسى فقضى عليه هل فير هو مبضي هل فير كلي وكدل كبعدي وحجر ربي الله عمل شيطان ويهي يعفي فغفر له إله واسكع فيه إنه هو الغفور الرحيم أو مع ذلك موقف كي يوم القيامة وقع صدور حجر متن نفتاس عن أنه بني دليل إله ما تمه ارتيك يا إلهي ارتيك متغني المركح وارتي قاتل ها من محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه ومقام كشرفت له إلى هي هري وسي دياري عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات الله وسلامه عليه أنا ذهب إلى أنا إسكلت أسمانتا وذهب وسجد بين يدي الله ونشر النبي عليه الصلاة والسلام وحمد إلهي من تحت عرشه من سجوده يا تذكرنا وإن مقل يا با إلهي وحمد يفردونا محامد إيا ثناء أن عدنا هذا كهر لو فرد وأمانت إلهي كبعد الله جل جلاله نبي سي محمد أبو الله ذي وحقور دونا ارفع رأسك ماذا حقا كرقات يا محمد واشفع تشفع شفع قد ولا أقبل يا وسل تعطى واحد ربتنا لو يديسه أمديسه كبالله
يبدأ الشفاعة بأمته أمتي سيدنا محمد آل بوجع صلوات الله وسلامه عليه. كان يحب أمته وهذا قال إيه بختي إيه بني باسي لبود بوديان هذي أجيهن إني بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حداقيان فوق والله لولا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبركة دعائه اللي وأمتي سويه ده كنر وأمتي سويه وحين سكتن بي وأمتي أمته إجابة وأمته دعوة وحو إلهي ويديستي إن أن عذاب عام سيدتك هوري ليلي جري وكاري وعامهم أقول الله وضع بابيه إن إذا مرقوا إلهي دكور لن أدوكور لن هلالي برقي النبي نوع قف كمر رين إنت سفينة سار نيد بوي حتى حيوانك بناك جو كل إلهي وغدا هلالي نبي محمد يوحو إلهي كبري إن أساس ليلي إلهي وكيالي هذا بوحا أنه كمان تجوكو لن معاسك استو إلي مادان عذاب عامل وقال ما يوا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه خير خلق الله أجمعين وحن وجري ولا ليان ما أنت إلى تاء إعرض إلى غضبك إلهي المقنيش وح كل عكنا يسجل أهل القرآن قرآن كأو شفع قاضي قرآن هو كلام الله قرآن كهدا ونخرينا وأنا المغرينا لكن جرمي سيء ومجد لكن يوم القيامة ولا أرك دونه ونلقى نو شيء عليه الصلاة والسلام القرآن كان لك هنا يوم القيامة يسقوا يهر مريشوا هرس هرس هنا يسبوا لي سورة البقرة يو آل عمران أو ضرورة أو كلا كأنهما غيايتان أو غيا غبايتان طب لأن صاحب القرآن بأشفع في عقاله القرآن بأشفع في عقاله بين يدي الله إذا ما تعبت ترتيب ولا لا نكان صاحب كيبوها هبين كيبو سو جيد جيد أنا أقول له هالشري ما أنت وين أذرا لقريشة حد يخلل إيوه حيجرا نسكرنا فقول إيه إلهي إلهي نوا كي إليا قرآنك عدو شفع قاري ومشفع له على هذا ما هي لا تقبل إليه هيو درجة أقول سري سجيه جنة مركز هلا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الله يجعلنا وإياكم أهل القرآن الله نقلب صاحب القرآن فضل جيس أسجى يوناج أهلي سأكو مس كم كمنا وهذا ما غش ندتك يوم القيامة كل أيق أقا قاون إن قبرتك صبح دونا أو أن الله هاي أو أن كبر هاي يحشر الناس في النبي نوين صلى الله عليه وسلم عراة عفاة غرلة ولبن قدني كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وتيلير هاي أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ورقي يدبر كيما يوقع قوم يساس الأحمريان أو ما ركت مركز ويري الأمر أهم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك الانتاسي وحكوي بها استمالتها ما يسار كام طب ددتك يوم القيامة قاقاون يقورتو ذي وقاقاون كسوب حي ضد ما إلى هيك السعد وانا يقدر يحل دوانا هذا جنة ما جنة وهو ذاك هو دركي وفعنا به استانو دون كبا قال لك إنه هل مسار أما فسليتي واحد رتب وله وكم له هذه دون كلا كيلو واحد دون كلا عجلة لما يقول كرتو ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وكله كمان جنة تكتاي جنة جوكتاي مسار كم ما حوصارا هذه دون كلا كيلو طبعا إذا واحد دولار يجنيه يلعق يذهب لأوروبا ما جوي كلام لأن مادة ليس مني ما بلكين في الدنيا مفهوم فأهل الجنة ولباس بحري لكن ما شر هذا يوا عرسات يوم القيامة ما ننتاس يوم القيامة اللي جو تدب إلى نرسين دونا وحول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام نكوه الرسين دون يوم القيامة وإبراهيم الخليل وإذ صلى الله عليه وسلم لكن وقوه الرئي كذلك ما تطبع الرسين تطبع ذن وحكم إذا أبوا حامل القرآن حافظ القرآن العامل به صاحب القرآن القرآن كو عمل فريق لماذا يسأ أبه يدي أبه ضرب له قلي ضرب لي وليب معها تاجنا مرح على الله سوري نور كيسو كافتي بلي هاي بيوت أهل الدنيا محالوسي ولأخذ ولدهما القرآن إذا أرنا ربنا بما أعطينا محاسنا للوسي
بأخذ ولدكم القرآن ولدك من القرآن كه علماء قارك تبحين حتى حول لقي أبا أبا يوجد إن شغب كرهين أما كهرن انتين أما أين ولا سينة شرفت عليه هذا يدل على هذا الكاسي لما يدل على بريء مركز شو إن أرن أدي أن أجعلنا أرتها ما وإلمها ديو إلهي سبحانه وتعالى قلوبتنا وحو قليل إن هذه يقول أنا حريصا أن أجعلنا أن وحكا استسينها لكن استثمارنا وكجرا إلمها نكتون إلا جنبنا ماله وإلمه إن هذا وحكو تران ونفع كو يشان يعني وين كاك أما قبل هذا لو إنجينير أما أختار نقضة أما كذا نقضة أما مع القبيل وين نقضة أما وزير نقضة أما حتى مدح وين نقضة هذا وحكو ترى أدوية نفع وحكو ترى ولا غيابا لكن وحيالها الدنيا ما لها فيش هذا لما تروح بآخرك وما تريش إنجلنا لما دي شيء دكتور لما دي شيء بايلوز لما دي شيء وحلا ابتساس كلا نروح بك وما تريش لا تنفعك لكن ما هو حقوق ترى هذه قرآن كوبرت واحد كم من قرآن يشهدك الله شرفي إيه نحن الله حلو دون يوم القيامة كل كم يين هبونين إن من الآن أت كم من ما شو المها قوترا على إله الدنيا دي وبلغت تريا ومشي جوي ماي أن أنت آخر هلو الماي الماي يصبوها إن نقضان إن برئيو تاج لإيسورو يوم القيامة وهذا صاحب اليقين تاج وآخر الله سفع نور ميزان تاج لكن وحوقا يا آخر واحد جسيدة هذا كور واحد وحن كفي كري ما قرر نيس ملبا واحد الأولي جري إف يا آخر حل ليه جري إف يا آخر حمل كتال حمل وحن شاكدو كتب المتخاش وما رد واحد جائب له وي كتب المهمور من القبور هي بدولة دو انت بربور شيء يقول يا كنستي طب اذا تسيني واحد قال له دولة ما عكلا يسقى بحثت انا ما بحسست ما عكلا دولة دو بحثت حمر بلاي دولة ما عكلا بحثت تي دولة ولا اسك الدين فحل لي الاف يا اخره معناها هو يدك كل جوجنا واف كو هوس جوجنا اخره واحد لكن ماشي كسعه تعرض متغى اف متغانا باللغه الصوماليه وافتين كسومال افتين افتين كما حكى سور جيدة مقدي سوزاما مركا اخرب مقدي بيدا كجر تاو اخرب وحالو هاي ستايني تاي مقدي الشيخ واخرب مقدي ما دارت الرفتا الرنتا حقيقة تجر تواتا اخرب هدي لبدو دا ميد مقدي هنا دينا مقدي اخرب مقدي ما اخرب صحيح مقدي وحيكوتا هاي مين كانوا شقيسا كان صعب ظلمات كجرة لكن نيكي شقيسا ايمان عمل صالح لي مادة إيه دلالة آخر مهدي معها إيه وحاولوهتين ونور لهم بركة دلالة إن شاء الله تعالى وقرآن كانوا دلالة وبعدين أردت أن كهد لأي وكسر سن المهي رير قرآن كإنه برتان كريم ماهي هذيك أضيق وين نفتر كان قرآن كبرو وجعلو حاولني والد أبولي وحد وحب حفظي ماهي وحمق منكرو ماهي وتاستبال لمولي هذا الدور يشيل الفريد نقطة أدي وضقة وراك وضبرك ارتاح برا ولقد يسرنا القرآن للذكر للشباب إله مدهن وللعيال كلي إله مدهن فهل من مدكر فهل من مدكر أو إنك دون إله برتواه من الذي يريد أن يتذكر سن اللي شو كنتوا دون هالنقطة دادي شو كنتوا دون هالنقطة وحنقص وختم هنا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كيسي وأصحاب تيسا وكو تحريضين جري وكو بورين جري إن القرآن كبرتها وحكم إذا الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام كل يريدين جري إن يو القرآن كأي برتان ولو أضيال بها النوضة هنا أيكم كنيبا يحب أن يغدو إلى بطحان فيجد فيه ناقة كوماء بدون إثم ولا قطيعة رحم كنيبا أنت ما شفت إذا جعل إنه مال لو مساجدك أولو وهذه أولو مساجدك وحيا الله لو ينكر أنت وتبو وكسوا هلو هل وين كرس وين قروح بدن ويعني أشرف مالك وذا كان وشرف بدن بعده قالوا كلنا نحب ذلك يا رسول الله كل يوم أجعل الله جل أجعل أنه يقوم الجنة ونبا بدون إثم ولا قطيعة رحم يعني إنه سوهل وسوقات وأسوق أندم لجري رحم نقويني دواه ثلاث سمين كلنا نحب ذلك محمد كان نقوم جوابه فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة كوما وآيتان خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع وعددهن من عددهن هل آيات أنتم مساجد كأوك الله هذا هل كاسي وحي دليل وطاهي
أفضل أماكن تعلم القرآن إن المساجد ذاتها إنه مساجد كأنت أكل له هل آية صبرته أي أحد كن وخير بدل إنه ناقة كوما حلو لب آيتنا لبها لا صدح آيتنا صدح له يبرجي هردتكم هل يجيل يولا جعل هذا المبلغ مبلغ يغنوا بالإشكال إنه وين بس كذا واحد شو قال كتب بابورته ماشي نقول في عم حلله إيش اسمه مرسيدس مش فراري ها مش رانج روفر أنا قال أبكى لحد النوت على القدر إيوه لأن كروزر يجي له قالت أنا أبتها سميشة تها مركا بوس كذا وتوقر قرتاو آية المك يجعل إنه أنتو ماشان محيه مدار وسلام فيه المساجد شلون جوا ها صبهم أنتو تبغوا إنه كسر المرسيدس من الوكالة دي اللي قصوا بها المرسيدس كصباحي بدون إثم ولا قطيعة رحم هل كسر لها هل قاتها دي لها هل قف ماشي مكان لها مش ولا دليل لها ولا كان عربنا نول ما بقول كاسطون الله سما وبلا دم بأوله أه من كتاب الله تبرت أيها خير لك خير بدل من مرسيدس حمراء وآيتان خير من مرسيدس هيدي وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع نبي تمرين هذا هو لأنه ولد كاس حديث ضعيف ومرسيدس وحبوش نبي ممكن وشيء لكن جيله ومجيله سجارها وحلو جيلي حوالها دتك أي مركز جيلي هي أو أي قيمة ليان أي قرآن كان كخير بنا توفيق الله لنا وفجي الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وجزاكم الله خيرا نختم بسورة الفاتحة إن شاء الله الله والله واتان هدا وشي لي نبا وركات شيكتين وور ماشي كجرا واتان هدا كان لي نيبا وابا ارنت مهم سن انا كفكرنو ان يعني ادو هذا تن ادويه قيمه هذا وكم مقطع المهم عبد الله معلك هذا اسكولك محل وهنا اسكولك شهاده وهنا شهاده محل وهنا انجينير لو نقول يا اما دكتور با لو نقول مركه هويدي ابي حا موقتا ويلكي اما قبل انجينير اما دكتور اما كذا كذا كاس موقتا ان هذا ملك نفعي وحل غيره لكن وتنشيقيو وارن ادويه كوبن او حا لغا يابا انتو انجينير نقول ما ان دمتي انجينير كادون كو وين هدو نقدنا قبري وحو كو ما سو ديري كرو يوم القيامه راح بكو ينيش مركه وحا كو هبون أدينا ما تئن الإله سبحانه وتعالى قلبك وغر مشيكتي إن هذا سمن معلن ما ركتي أفقر هذه إنجنير نبقر عيال كان يكي قرآن كبري إن هذا سمن وكان قرآن كبري أرق غبنش جوكو جعلاته وإلمها النفط الكودة أي دريمان إن قرآن كأكت هذا وكعزب ليه وحيالها كالوردن وحتى عليا نفتر كذا يكون كمركي شهادية كنا صولو ما فرح وحلا مسيسي ملها العقد يروح صولو مسي يا ايفون يا الابو ملا صو قدو يو يبلا استيشن يو ها اي شيطان بان اذا ايفون منه اي شيطان يا اي با اي شيطان بابو اي شيطان ودس عيالكم وسو قديسين مركي وهم القران كذا بوس كذا لقريه ولا شو اللي هذا جزء ما يشوف وحسن كسيليا هذا وأبا يا شقار كذي ويا قار ويا الآن جزاهم الله خيرا لكن أرن عامة إن النقطة أيها اللوبة عليها مركة توفيق الله نوافق هل الدلال إن شاء الله تعالى مع لميتنا هل اللوب دلاله وما قرن إيشا يعني وأرن آذي آد مهم قرآن كهدي وظهر قعو وأنتم في بلاد الغرب وإذن لما تل خلاص أنت يا إلهي إذن كو إلى لنا يا قرآنك الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى جزاكم الله خير نقرأ سورة الفاتحة إن شاء الله كيف؟ تقرؤون معي؟ لا لا قراءتكم ما يسأل ذي شيء أنا وفاتحة أخري أقدم أخري خير إن شاء الله بعدين إجازي لي كل شيء خير إن شاء الله تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كل شو قاري شيء كرفي عم بقى شو قاري شيء فأنتم بهذا إن شاء الله مجازون إن شاء الله عشان تسيقوا فوف قاره دي لون لقى يشتو إيه هو أباب هاي أما الإجازة العامة أخذتوها إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويحب ومزاق لما خير السلام عليكم. جزاه الله خير الشيخ ناشا أبو رشيد.